اهلا بكل حضراتكم مره تانية. عوده ل 10 الصبح في الاهلي وللجميله نهاوند اللي النهارده مش في الفورمه، مش عجباني لا النهارده، يعني حزينه لا شويه، لا في مود كده في شجن. طب ينفع كده؟ معلش يعني كنا متوقعين نتيجة تانية، بس زي ما قلت كده احنا مع الأهلي في الحلوة والمرة، يعني معلش بس غصب عن الواحد. وهي عموما هي مش مكتملة المرارة قوي، لأن احنا كده كده إن شاء الله الدوري لينا بإذن الله. بس هو طبعا زي ما كنا بنقول امبارح، دايما مباريات الأهلي والزمالك ليها رونق خاص، يعني بتبقى كمان مختلفة طبعا على كل الأصعدة. يعني هي الفكرة، بس طبعا احنا ما نقدرش ان احنا نقعد نحلل، بس يعني احنا كنا طبعا في البداية احنا كنا لاعبين الشوط الأول بشكل كويس جدا، كان في ضغط، بس يمكن ما توفقناش. على كل حال ان شاء الله الماتشات اللي جايه نتوفق فيها باذن الله، وده اللي احنا متوقعينه من فريق